حبيبة سيلويت وجه رسالة لقمر الطائي شاهد المزيد من التفاصيل. قامت الموديليانا بنشر بوست جديد على صفحتها بالإنستغرام، علقت عليه الجنة في عينيها، وانهالت على يانا تعليقات من طرف المتابعين الذين أكدوا على أن هذه الكلمة كانت من إحدى أغاني الفنان السلاوي عشاني، شفتها وكانت كأنها الجنة بعيوني. وهذه الأغنية كانت أول ظهور ليانا مع الفنان السلاوي. من جهة أخرى، قمر الطائي تفاعلت على السناب شات بمجموعة من الستوريات وهي تطبخ الأندومي. أترككم مع الستوريات. هلا حبايبي، شلونكم اليوم؟ عندنا توتوريال شلون نحرق الأندومي. ما أعرف ليه طلع دخ، ليش خلاص انسوا. المهم، الخطوة الأولى اليوم حنسوي توتوريال أندومي. اسمعوا، بلش يستوي. مو بلش، هو استوى أساسا. شوفوا، هسوي لكم حركات طبشه بس مش هتضبط. شوفوا، غلبس الأندومي بدون ماركة. ده تبخر بالأندومي يعني. خطف النار. ها بقى صار لازم افتح الشباك لانه امي راح تشم الريحه وراح سلي. شوفي عوالك وحديقه، اذا السؤال يعني طلعته حتى يروح برا بده يرجع علي. ده حس روحي بدها تبخر حرفيا. تعالوا خلينا نضوقه. جنان والله، جنان يا جماعة، أنصحكم بيه.